يا مساء الورد وصباح الورد. موضوع اللي وعدتكم اني حتكلم فيه اليوم هو عن الواتساب. اكيد الاغلب منكم بيعاني من ابراج المراقبة الموجودة في الواتساب وفي جميع برامج التواصل الاجتماعي. في ناس تحسب انها لازم ترد على الكل وفي اي وقت في الواتساب، وفي ناس تحسب انه لازم الكل يرد عليها في اي وقت. في ناس تحسب انه برامج التواصل الاجتماعي هي برامج للتربص بالاخرين، وده غلط. احيانا الانسان بيكون مشغول مو فاضي، او ده الوقت وقت العيلة وقت الاهل او وقت الاصحاب، فمو ملزم انه يرد في دي الساعة. فتح رسالتي، قرأ، ما رد علي، طيب اكيد رح يرد بس في وقت لما هو يكون فاضي. مو معنى اني ما رديت على الرسالة معناه انه انا صرت اكرهك او ما ابغى ارد عليك او لا، يمكن مشغولة، يمكن في دي اللحظة انا ما اقدر. طب حتقولوا طب ليش كانت اونلاين او ليش قرأت وما ردت طالما انها فاضية وقدرت تدخل؟ اعطيكم مثال. مثلا كنتي في السوق بتشتري غرض معين لاختك او لاي احد، فمضطرة تدخل الواتساب عشان ترسلي لها الصور، فطبيعي انها راح تظهر اونلاين، وطبيعي انها حتكون مشغولة وما راح تقدر ترد على التانيين لانه يدوب بتتواصل مع الشخص اللي تبغى منه المعلومة. او مثلا شخص مشغول وبيكتب تقرير معين او اي شغل تاني، وصادف انه المعلومة اللي محتاجها موجودة في واحدة من المحادثات، فطبيعي انه راح يدخل وياخد المعلومة اللي بها ويخرج على طول، وبكده حتشوفوه اونلاين وهو مو عشان فاضي، دخل لغرض سريع وخارج. مثال ثالث، انه انا وطرف ثاني عندي موضوع مهم بنتناقش فيه على الواتساب، فطبيعي انكم حتشوفوني اونلاين لمدة طويلة، مو معناه اني فاضي. وعلى كده قيسوا امثلة كثيرة بنضطر بسببها اننا ندخل الواتس عشان معلومة وعشان حوار معين وما نقدر نرد على الغير. بس طبعا الحالات تختلف، لانه لو مثلا احد ارسل لي موضوع جدا مهم ولازم حالا دحين ارد عليه وانا ادخل واقرأ واطنش، فهنا عيب، لا لازم يترد، لانه هنا الوضع جدا مختلف مو زي الوضع الاخر. لكن لو فتحت وقرأت ولقيت انه الموضوع عادي، او حتى لو كان موضوع مهم لكن ينفع ينتظر، مو موضوع لازم ارد عليه دحين اللحظة، فمن ابسط حقوقي اني اترك الرد للوقت المناسب لي انا اني ارجع وارد براحتي. زي ما قلت لكم اول، خذوا راحتكم ولكن لا تاخذوا راحتي، خذوا راحتكم، اسالوا، اطرحوا مواضيع، استفسروا زي ما تبغوا، لكن الاجابه حتكون من الطرف الثاني في الوقت المناسب له هو، ما يكون على حساب نفسه او اي شيء تاني يخصه. تنسوا يا جماعه انتوا احرار، فما تخلوا امور زي كده تستعبدكم، مو عشان شخص عارف رقمي او اضفته في برنامج معين استعبدني، لا. اذا هو الواتساب مسوي اوبشنز انه بيقول لكم يا جماعه انتوا احرار اذا تبغوا تردوا دحين ولا، ابسط حاجه الرساله تظهر في شاشه الجوال، فانتوا بكده تقيموا هل الرساله ضروريه ولازم ارد عليها دحين ولا ينفع تنتظر وارد عليها وقت ما انا اكون فاضيه. وزي ما قلت لكم حتى لو الطرف الثاني دخل وقرأ فعادي، طالما انه مو شيء مستعجل حيرد عليكم في الوقت المناسب له هو، لانه اتوقع الطرف الاول لما مسك الجوال وكتب الرسالة هذه كتبها في الوقت المناسب له هو، فبالتالي يحترم ظروف الطرف الثاني. ونقيس عليه كل البرامج، وابسط شيء برضو الاتصال، مديكم اختيار يا تردي يا ما تردي، وحطت لكم زر عشان تسووا النغمة سايلا، وفي اوبشنز كمان انك ترسلي مسج انا في ميتينج انا حكلمكم بعدين، فما انت مجبره، ما انتم مجبرين تردوا في الوقت اللي مو مناسبكم. لكن ما نطنش، طالما انكم فتحتوا قراتوا او شفتوا الاتصال فترجعوا في الوقت المناسب ليكم وتردوا على الطرف اللي ارسل لكم. فالرسالة اللي بوصلها انه لحد يزعل من احد اذا ما رد عليه، كلنا عندنا ظروف واكيد راح نرد في الوقت المناسب لينا. وأرجع أنبه لازم تفرقوا، إذا كان الموضوع ضروري ويحتاج الرد حالا تردوا وما تقولوا حرية وظروف، لا لا تختلف. وأنبه على نقطة تانية كمان للمرة الثانية، إنه لا تنسوا ترجعوا تردوا، مو تفتحوا الرسالة وتنسوها خلاص، لا ارجعوا ردوا.
عشان كده من الأفضل إنه لما تكونوا مو فاضيين لا تفتحوا الرسائل وتقرأوها، خلوها عشان تبان عندكم إنه دي رسالة غير مقروءة. وبخصوص اللي بيرسلوا الدعوات عن طريق الواتساب، لازم تحطي في بالك إنه إذا الطرف الثاني عدى عليه فترة وقربت المناسبة وما رد عليكم، ترجعوا تراسلوه مرة تانية، يمكن ما شاف، يمكن غير رقمه، يمكن أسباب كثيرة حطوها للطرف الثاني، بس الأفضل ترجعوا تأكدوا. كيف أعرف؟ طبعا من الردود، في ناس حترد وتأكد عليكم بقبول الدعوة، لكن اللي ما رد فده أكيد في عنده ظرف، في شيء. تيجي اللي تقولك طب هي ما هي أونلاين في الواتس وما ردت، لكن شايفينها بتسوي لايك في الانستجرام، أصلا ليش تدخلوا الخانة هديك وتراقبوا ليه؟ يعني معقولة فضاوة لدي الدرجة تدخلوا هناك وتشوفوا مين عمل لايك لمين ومين علق مين ومين أضاف مين؟ يهو استثمر وقتكم في شيء مفيد مو كده. طب ناخذ مثال تاني، الفيسبوك، انه في الفيسبوك احنا ما بنراقب، بينزل عندنا في الوول او في تويتر انه اضاف او كتب او عمل لايك. طب يمكن الانسان ده وانا منهم انه مقسمين وقتهم، هذا وقت الواتس خلص، دحين شيكت على الفيس، بعد الفيس الانستغرام السناب، منظمين. من راقب الناس ما تهمن، روحوا عيشوا حياتكم، اقضوا وقتكم في شيء مفيد، شوفوا اي حاجة، سيبوا الناس في حالهم. وأزود لكم مثال، عندكم مثلا كثير من صحباتي ومن بينهم أختي كمان اللي عندهم بيبيهات صغار، بيكونوا أطفالهم بيلعبوا في جوالات، بالغلط بيروحوا داخلين على الواتس وبتنفتح المحادثة، وبكده هي ما قرأت، لكن بيبي اللي قرأ، فليش نزعل منها؟ عشان كده أرجع وأعيد وأكرر، لازم نراعي ظروف الطرف الثاني، والطرف الثاني أول ما تفضى ارجع ورد على الطرف الأول. يعني تخيلوا ديك المرة واحدة تكلمني في السناب شات وقلت تعالي على الواتس أحسن، قولي لا 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 عشان ما أبغى فلانة تشوفني أونلاين، لا ما نوصل لدي المرحلة، مين فلانة دي اللي تستعبدني، لا ما لها حق، أنا عندي ظروفي، أنا أختار متى أرد عليكي. أوكي أنا داخل الواتس لغرض معين مو شرط أرد عليك. كلكم وبدون استثناء بتكونوا مرة مشغولين، لكن أحيانا بيجيكم مسج مهم جدا من شخص جدا مهم، زي مثلا زوجك، أولادك، مامتك، بابتك، طبعا الأم والأبو مو من الناس اللي نتجاهلهم، انتبهوا ما يصير. فطبيعي أنه الشخص هذا برغم مشاغله راح يدخل عشان يشوف الموضوع المهم ويرد عليه فقط. على السريع يقول أنه الإنسان اللي مو فاضي مو ملزم يرد على الطرف الأول، ولكن ملزم أنه يرد عليه أول ما يفضى. 2، إذا الموضوع جدا مهم ومحتاج منك رد حالا فيجب عليك الرد. 3، شفتوا الطرف الثالث أونلاين لكن ما بيرد عليكم، مو معناه أنه فاضي ومطنش، لا معناه أنه مشغول بشيء تاني أو داخل لغرض وخارج. 4، نحترم خصوصيات وظروف الغير، مو في أي وقت أرد عليكم، مو في أي وقت يكون متواجد، حسب ظروفه ووقت فراغه راح يرد، بالذات المسافر أو اللي خارج مع عائلته أو في اجتماع أو غيره، ما يصير إنا نزعل نقول طنش، لا أكيد حيرجع يرد بس يفضى. وأجي لموضوع الجروبات اللي صارت مليانة ومعبية الواتس، نصيحتي ليكم خلوا الجروبات سايلنت وما تظهر عندكم في الشاشة ولا حتى رقم عشان ما يوتركم، ووقت ما انتوا تفضوا حتدخلوا وتشيكوا. وسوي زيي انا، منبهة على الكل انه اللي يبغاني في شي ضروري ما يرسل لي في الجروب، يرسل لي على الخاص، ولا ما يلوم الا نفسه. وده ينطبق على جميع البرامج، سناب شات، انستغرام، فيسبوك، لا حد يرسل عليها ويقول ارسلنا وما رد، اللي يبغى شي ضروري يرسل خاص او يتصل. حتى الاتصال لازم نحترم أوقات الغير، إذا الموضوع ينفع ينتظر ننتظر، لكن إذا لا ارفعوا السماعة واتصلوا عشان ما تلوموا غيركم. وده كان موضوعي لليوم، أتمنى أنكم تكونوا حبيتوا واستفدتوا منه، وإذا شايفين أحد محتاج أنه يسمعوا دلوه على سنابي أو يوتيوبي. بكرة أنا تعمدت اليوم أني أتكلم متأخر عشان 24 ساعة تبدأ من اليوم لبكرة زي ذا الوقت، فتقدروا تستفيدوا من الموضوع. قلت تصبحوا على خير، بس وأنا براجع سناباتي دوبني اكتشفت إنه في سنابة مرة مهمة طارت ما ترسلت ليكم، فحرجع عيدها بسريع. أنا لما أرسل لأي أحد في أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي أكتب كده فلانة كيفك وأذكر الموضوع على طول في مسج واحد وأرسله.
فأرجوكم أرجوكم استخدموا ده الأسلوب لأنه أفضل وعملي أكتر، وابعدوا عن الأسلوب المتقطع. كيفك؟ سلام، أخبارك؟ حطوا السلام والتحية والموضوع وكل اللي تبغوه في مسج واحد وارسلوه للشخص اللي بتراسله، أفضل وأسرع وعملي أكتر.